من أنقرة عمر أحمد مراسلنا ينضم إلينا الآن على الهواء مباشرة. عمر، ما الذي يجري ومن المختلف هذه المرة حتى تصبح حصيلة الضحايا بهذا المستوى؟ نعم أحمد، مساء الخير. بعد التحية، بالفعل حتى الآن وصل عدد الضحايا إلى 7 ضحايا والكثير العديد من الجرحى، أكثر من 13 جريحا. لا تزال عمليات البحث مستمرة عن عدد من المفقودين كذلك بسبب هذه السيول التي ضربت إسطنبول وكذلك مدينة كيلكلار اللي في أقصى شمال غرب تركيا. طبعا هذه السيول حسب التصريحات سقطت، أو الأمطار التي سقطت كانت بحوالي 125 كيلوغرام للمتر المربع الواحد، وبالتالي خلال فترة وخلال دقائق قليلة تسببت بهذه السيول الكبيرة جدا التي ضربت المنطقة. وهذا ما أشار إليه شهود العيان هناك، قالوا بأن ما حدث حدث خلال دقائق فقط. وجدنا أن المياه تغمرنا من كل مكان، لذلك طبعا هنا المسؤولين الأتراك أشاروا في كل تصريح تقريبا إلى التغير المناخي الذي يؤدي إلى هذا النوع من الأمطار الشديدة خلال فترة قليلة، وبالتالي حصول هذا النوع من السيول. كذلك أحمد، يعني الكثير من الخبراء أيضا حقيقة أشاروا إلى يعني وضع إسطنبول المخيف حقيقة من ناحية البنية التحتية، التي إسطنبول التي تعاني من المشاكل في البنية التحتية وتعاني من تخوفات كذلك، إن كان من حدوث زلازل أو سيول أو غيرها. مدن قبل هذه النقطة عمر، هو يعني في سبتمبر ومع بدء طرق الخريف لأبواب العالم تكون الأجواء في تركيا ربما أكثر ميلا للبرودة في حالة من عدم الاستقرار الجوي قياسا بما كان يحدث في مواسم سابقة في سنوات سابقة، كيف ينظر إلى هذه الحالة في هذه المرة؟ كما ذكرت أحمد، يعني هنا الكثير من المراقبين حقيقة لا يعتبرون ما حصل أمر طبيعي حقيقة، لأنه مرتبط بالتغير المناخي وهذه هذا الهطول المفاجئ وبكميات كبيرة جدا خلال فترة قصيرة هو الذي تسبب بهذا النوع من الفيضانات والسيول، أدى إلى عدم تحمل البنية التحتية للمدينة لهذا الكم الهائل من يعني هذا الهطول. لذلك حصل هذا النوع من السيول في إسطنبول ومدينة كيلكلار كذلك. طبعا أحمد، هنا الحديث عن حاجة إسطنبول أيضا إلى تغيير شامل في بنيتها التحتية طبعا حتى تتواءم مع هذه التغيرات المناخية التي تتسبب بهذا النوع من المشاكل والكوارث الطبيعية. طبعا شهر سبتمبر في الأحوال العادية نعم نشهد فيه إن كان في إسطنبول أو في أنقرة نوع من الهطول، ولكن ليس بهذا الحجم وليس بهذه الشدة. قبل أسبوع تقريبا أنقرة أيضا شهدت هذا النوع من الهطول، ولكن لم يتسبب بهذه الكارثة كما حدث في إسطنبول، لأن حجم الهطول في إسطنبول كان كبيرا جدا خلال دقائق معدودة، حوالي 1754 منزل ومتجر تعرض للتأثر بهذه السيول التي أدت إلى طبعا مشاكل لسكانها. الكثير من المواطنين بقوا عالقين في إن كان في سياراتهم أو في الأماكن التي ضربتها هذه السيول، وانتظروا قوات وفرق الإنقاذ للوصول إليهم لإنقاذهم طبعا. ولا يزال طبعا حتى الآن عدد من الأشخاص مفقودين، ويتم البحث كما قال وزير الداخلية بحوالي 1000 شخص، فريق من 1000 شخص يعني يحاولون حاليا العثور على المفقودين في كافة أنحاء أو في المناطق التي ضربتها هذه السيول في مدينة إسطنبول. كذلك فتح هذا الملف طبعا هذه السيول فتحت الملف على موضوع البنية التحتية الخاصة بإسطنبول و إمكانية أن تؤدي إلى مشاكل، وكذلك العديد من يعني الكوارث الطبيعية إن لم يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة والمستعجلة، خصوصا وأن شوارع إسطنبول ضيقة
ويصعب الوصول، يعني فرق الإنقاذ يصعب عليها الوصول بالدقة بمناسبة هذه النقاط المطلوبة إلى عمر. وأخيرا، إذا كان التعامل الاحترازي أو التعامل المسبق والتحسب لمثل هذه الموجة لا يبدو أنه كان متاحا بالنسبة لبلدية اسطنبول أو بالنسبة للإدارة التركية بشكل عام، هل هناك استشراف لمستقبل الأوضاع الطقسية والمناخية في اسطنبول أو في عموم تركيا خلال الأيام المقبلة؟ حقيقة أحمد، يعني الحكومة التركية منذ زلزال السادس من فبراير بدأت تشير خصوصا إلى اسطنبول وخصوصا إلى البنية التحتية وترهل البنية التحتية في اسطنبول خصوصا. تم اتخاذ بعض الإجراءات في هذا الإطار من ناحية تجديد المباني، ولكن هذا ما يتعلق بالزلازل وليس فيما يتعلق بموضوع الكوارث الأخرى إن كانت سيول أو غيرها، ولكن السلطات التركية تسعى بشكل أو بآخر لتفادي هذا النوع من الكوارث. ولكن كما يقول الخبراء هنا أحمد، هناك أمر حتمي ولا مفر منه، وهو أن اسطنبول غير مجهزة أبدا لتلافي الكوارث الطبيعية، وعملية تجهيز اسطنبول في هذا الإطار سوف تحتاج إلى سنوات وسنوات كثيرة، لأنها مدينة مكتظة ويصعب كثيرا التعامل معها في هذا الإطار. عمر أحمد مراسلنا على الهواء مباشرة من العاصمة التركية أنقرة، أشكرك شكرا جزيلا.